فيما يخص حادثة البطل نورين فتحي، أكيد الرياضي لما أعلن انسحابه القانون واضح فيما يخص بنود التنظيم أنه بعد انتهاء المنافسة لأي رياضي يجب عليه مغادرة القرية الأولمبية في 48 ساعة. ولما يقول الكثير أنه تكلم باللي اللجنة الأولمبية تخلات عليه، رئيس الوفد وبحضوري شخصيا وكذلك يعني أعضاء اللجنة الأولمبية أو الإداري اللي كان حاضر معنا، تم التواصل مع الرياضي وتكلمنا معه بكل هدوء وبكل احترافية ووضحنا له الصورة التي أدت إلى هذه القرارات من اللجنة الأولمبية الدولية، وطلبنا منه الهدوء من أجل العمل على مساعدته مع الهيئة الدولية من أجل تخفيف العقوبات. كانت له إصابة والعام الخاص يعلم الإصابة هذه، الإصابة هذه تتحمل يعني برنامج من التدريب. هذا الرياضي كان متمسك بالمشاركة تاعه إلى آخر دقيقة، وهذه حرية شخصية بما أنه متأهل ب يعني رقم الشخصي اللي خلاه يتأهل الألعاب الأولمبية، له الحرية في المشاركة ومن عدمها. لما نتكلموا على عدم المشاركة والإعلان، هذا الأمر يخص البطل، لا يمكننا الدخول في خصوصيات البطل اللي له الحرية في إعلان الموقف تاعه في أي وقت يريد هو. لما تتكلم على الوقت تقدر تسأله هو بطل توفيق مخلوف يجاوبك لماذا 4 ساعات أو 3 ساعات. فعلى ما يخص اللجنة الأولمبية كل شيء كان جاهز بالنسبة لتوفيق مخلوفي، سواء الرحلة أو كذلك الأمور التنظيمية لاستقباله على مستوى القرية الأولمبية.